لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تابعا للذي قبله في إثبات علو الله عز وجل على عرشه وعلى خلقه، لبيان أدلة أخرى من أدلة العلو. وهو صعود الملائكة والروح والأعمال والأقوال الطيبة إلى الله عز وجل. فعروج الأشياء وصعودها إليه تدل على معنى العلو لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الغنيمان رحمه حفظه الله: قال الأزهري في عرج: قال الله جل وعز: تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد. يقال عرج يعرج عروجا. وقوله جل وعز: من الله ذي المعارج. قال قتادة: ذي المعارج ذي الفواضل والنعم. وقيل: معارج الملائكة، وهي مصاعدها التي تصعد وتعرج فيها، يعني هو مالكها سبحانه وتعالى، مالك مصاعد السماء أو معارج الملائكة التي تصعد فيها في السماء. قال: ذكر ذلك أبو إسحاق. وقال الفراء: ذي المعارج من نعت الله، من الله ذي المعارج. ذي المعارج صفة، ذي صفة والمعارج مضاف إليه، صفة لله عز وجل، لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف نفسه بذلك.
قال الليث عرج يعرج عروجا ومعروجا المعرج المصعد والمعرج الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. قال والمعراج شبه السلم أو درجة تعرج غالبا أو درجه درج السلم يعني تعرج فيه الأرواح إذا قبضت. لا يلزم أن يكون كالسلم ولا شبه السلم، هو شيء أو طريق يعرج فيه يصعد فيه. يمكن قصده شبه السلم في الصعود. قال الجوهري عرج في الدرجة والسلم يعرج عروجا إذا ارتقى. والمعراج السلم ومنه ليلة المعراج الصعود يعني، والجمع معارج ومعارج. قال الراغب العروج ذهاب في صعود. قال تعرج الملائكة والروح. قال فظلوا فيه يعرجون أصعدون. والمعارج المصاعد. قال ذي المعارج وليلة المعراج سميت لصعود الدعاء فيها. الظاهر قولهم ليلة المعراج الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إشارة إلى قوله إليه يصعد الكلم الطيب. هذا في الحقيقة ليس مختصا بليلة، هو صعود الكلم الطيب في النهار وفي الليل. قوله سميت لصعود الدعاء فيها يعني المعارج سميت لذلك ولا يعني ليلة المعراج. الله أعلم، لأن هذا ليس ظاهر كلامه. قال الطبري في قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أما قوله يعرجون فإن معناه يرقون فيه، يرقون فيه ويصعدون. يقال منه عرج يعرج عروجا إذا رقى وصعد. أو رقي فصعد وصعد. وقال في قوله تعالى ذي المعارج يعني ذا العلو والدرجات والفواضل والنعم. على عادته يجمع الأقوال التي يمكن جمعها لأجل أنه لا تعارض بل اختلاف تنوع. ثم روى ذلك عن ابن عباس وقتادة، وروى عن مجاهد قال معارج السماء. ثم قال وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يقول تعالى ذكر تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه. تمام، باب عطف الخاص على العام لعظم شأن جبريل، وسماه الله عز وجل الروح الأمين. هذا وأصح الأقوال، لأن الأقوال الأخرى أن الروح ملك عظيم من الملائكة آخر، وقول آخر أن الروح خلق من خلق الله يكون مع الملائكة. قوله إليه يعني إلى الله جل وعز، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله. وقول والروح هو جبريل هذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون من عطف الخاص على العام. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب.
العمل الصالح يرفعه. وصله، قال الحافظ وصله الفريابي من رواية ابن نجيح، أظنها ابن أبي نجيح صح كده، ابن أبي نجيح. ها عندي ابن نجيح، ابن نجيح برضه ماشي. وأخرج البيهقي من طريق علي ابن أبي طالب عن ابن عباس الكلم الطيب ذكره، علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائض الله، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه، رواه ابن جرير. قلت أثر مجاهد رواه ابن جرير في تفسيره، ولفظه الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله، ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. كان أولى به لأنه في الأرض لا يصعد، لأنه لم يصعد له عمل صالح، وعمله السيء في ترك الفرائض أولى بقوله. وقال ابن جرير إليه يصعد الكلم الطيب، يقول تعالى ذكر إلى الله يصعد ذكر العبد إياه، وثناؤه ثناؤه على الله، وأداء فرائضه والانتهاء إلى ما أمر به. ثم روى عن ابن مسعود أنه قال إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن. ثم قرأ عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى هنا القول الأول يرفعه، الهاء دي تعود على العمل، على القول الطيب، على قول مجاهد والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلمة الطيب يكون سببا لقبوله. وتفسير ابن جرير إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد ذكر الله وأداء فرائضه والانتهاء إلى ما أمر به، يبقى يرفعه، يرفعه الله سبحانه وتعالى، يبقى كأن يرفعه يعود على العمل الصالح، يبقى أن الله يرفع العمل الصالح. قال ثم روى ابن جرير قول مجاهد الذي ذكره البخاري وروي عن الحسن وقتادة لا يقبل الله قولا إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله منه. ومقصود البخاري بهذا الباب ذكر بعض الأدلة على علو الله تعالى وبيان أن ذلك ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالعقل والفطرة.
قد فطر الله العباد على الإيمان بذلك، وآمن الصحابة به، واتبعهم عليه كل من سلك طريق الرسل. فالإيمان بعلو الله تعالى وفوقيته فطري عقلي شرعي، ومن خالف ذلك فقد انحرف عن طريق الرسل وسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين. ولبيان أن الإيمان بذلك فطري عقلي ذكر قول أبي ذر قبل أن يسلم أنه قال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. ومعلوم أن الخبر لا يأتي إلا من مخبر، والمخبر الذي يرسل الرسل بأوامره ونواهيه هو الله جل وعلا، وهو في السماء أي في العلو بائن من خلقه. هو عقلي عشان فطري، عشان في فطرة إنسانية ضرورية في التوجه إلى الله من فوقهم، يتوجهون إلى الله بتعلق القلوب والأبصار والأيدي إلى السماء إلى الله عز وجل. هذه المسألة من كبار مسائل العقيدة الإسلامية، ومع ظهور ظهورها وكثرة الأدلة عليها وتنوعها، واتفاق ابن القيم بيقول أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة، وعند التأمل ربما يزيد على ذلك فعلا. كتاب العلو للذهب كتاب نافع جدا. قال: واتفاق الرسل والكتاب، واتفاق الرسل والكتب وأتباع الرسل عليها، مع ذلك ضل فيها طوائف كثيرة كالجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية اللي هم المتأخرون، وإلا فالأشاعرة المتقدمون الكبار أصحاب الأشعري يثبتون علو الله على خلقه ويثبتون الاستواء ولا يفسرونه بالاستيلاء. قال: ولا يزال على الضلال فيها خلق كثير ممن يتبنى مذهب الأشعرية والمتريدية، معتقدين أن ذلك الضلال اللي هو لا فوق ولا تحت ولا يوصف في أي جهة من الجهات، لا داخل العالم ولا خارجه، لا بائن ولا حال. الكلام المتناقض في الحقيقة، بل هو فوق العالم، فوق عرشه سبحانه وفوق العالم بائن من خلقه. قال: معتقدين أن ذلك الضلال هو الحق، وأنه مذهب أهل السنة، وأن أدلة كتب الله ووحيه إلى رسله ظواهر تدل على التشبيه بظاهرها، فلهذا يجب صرفها عن ذلك الظاهر. يعني ربنا يخاطبنا في كتابه مئات الأدلة كلها لا بد أن تصرف عن ظاهرها، شيء عجيب والله، كلها تدل على التشبيه، بل القرآن جاء ليبين للناس أم ليشبه عليهم. اللي بيتكلموا كده يبقى أنتوا بتقولوا أن القرآن مش مبين للناس، وهو كتاب مبين، أنزله الله كتابا مبينا يبين للناس الحق، وأنتم تقولون يبين منه الضلال. ولذلك نستعمل عقولنا في صرف هذه الأدلة. هل يعني يعقل ما يقول ذلك ما يقول؟ قال: ويرى هؤلاء أن من اعتقد ما دل عليه القرآن والسنة بظاهرهما أنه مشبه ومجسم، مع أن العقل والفطرة السالمة من الانحراف يتفقان على ما دل عليه وحي الله تعالى. ولهذا ترمي الأشعرية كل من اعتقد علو الله واستواءه على عرشه على الحقيقة
بالتشبيه والتجسيم، وأحيانا يصرحون بكفرهم كما هو عقيدتهم في قرار نفوسهم. يعني لا نستطيع أن نقول هذا هو اعتقادهم جميعا في قرار نفوسهم، ومع هذا ترى كثيرا منهم رافعا عقيرته داعيا إلى الاتفاق والوئام، وهذا لن يكون أبدا ما دام في الأرض معتقد للحق، لأنه لا اتفاق بين الهدى والضلال والحق والباطل. وكيف يكون اتفاق مع من يرى أن من اعتقد ما دلت عليه النصوص الصريحة الواضحة الكثيرة أنه ضال ومشبه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نسأل الله الهداية والعافية. وقوله قال أبو جمرة عن ابن عباس، ذكر هذا الأثر، لما بلغ أبا ذر ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. هذا التعليق قد تقدم موصولا في المناقب وفي الفضائل، يعني في كتاب الفضائل من صحيح البخاري في فضائل أبي ذر. هذا يدل على أنهم على أن من لم يسلم كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر السماء، يأتيه الخبر من السماء، وأن الوحي نزل من السماء. فنزول الأشياء من عند الله وصعود الأشياء إلى الله دليل على علوه سبحانه وتعالى. قال: ومقصوده من ذلك بيان أن علو الله تعالى على خلقه أمر مفطور عليه الخلق ومعلوم بالعقل والوحي، والوحي جاء مؤيدا لذلك وموضحا له. والشيخ برضو يعني كرر إن الحديث ذا يدل على أن العقل يدل على ذلك، أو أن هذا هو المقصود. والظاهر أنه أراد أن يثبت أن الناس قد علموا قبل أن يسلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الوحي يأتيه من السماء. هذا أمر اشتهر اشتهارا عظيما، وفي الحقيقة هو معلوم من الدين بالضرورة، أن كل من علم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يقول أن الوحي يأتيه من السماء من عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عروج الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. قوله: يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. التعاقب إتيان فريق عاقب فريق، ثم يعود الأول بعد إتيان الثاني، وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين، ومنه تعاقيب الجيوش بأن يرسل طائفة من الجيش إلى مدة ثم يرسل مكانهم طائفة أخرى ويرجع الأولون. والضمير في قوله فيكم يعود إلى المخاطبين، وهم الأمة المستجيبة للرسول صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، كما قاله القرطبي وأيده الحافظ بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وبغير ذلك من الأدلة. إن ذو الملائكة يكونون مع المسلمين في صلواتهم. ويمكن أن يكون ذلك
أنهم هم الحفظة القول الثاني، لأن لم يذكر أو لا يلزم من وجود الحفظة بالليل وبالنهار ومع التعاقب أنهم يتركون الإنسان، يقولون هم وردش أنهم يفارقون العبد، وهم لا يفارقونه، لكن لا يلزم من ذلك أنهم نوع واحد أو هم بأعينهم. لأن الله قال ويرسل عليكم حفظة، فهذا يشمل ما كان من ملازمين للإنسان في كل لحظاته، وما بين من يتعاقبون ولا يتركون العبد. كل ذلك محتمل، الله أعلم أي ذلك يكون. ونحن نؤمن بوجود الرقيب والعتيد عن اليمين وعن الشمال، ونؤمن بوجود الملائكة الذين يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويعرج الذين باتوا فينا بعد صلاة الصبح والآخرون قد أتوا، وهكذا يتبادلون ويتعاقبون. قال ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، أي يجتمعون في صلاة العصر الهابطون ليبيتوا مع العباد والذين كانوا معهم في النهار، فالفريقان يحضران صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين صاحبوا العباد بالنهار وعقب صلاة العصر، ويبقى الذين يبيتون معهم ليلا. ثم بعد اجتماع الفريقين أيضا في صلاة الفجر يصعد الذين باتوا مع العباد، ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر من السماء، والله تعالى يسأل كل فريق عن العباد، يقول كيف تركتم عبادي، أي على أي حال تركتموهم. هو جل وعلا أعلم من الملائكة المصاحبين لهم بهم، ولكن يسأل تعالى الملائكة عنهم لإظهار كرامتهم، كرامة المؤمنين، فضلا منه وإحسانا إليهم، وبهذا يعلم أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين في الجماعة. وهذا قد ورد معناه كثيرا، في أن الله يباهي بكم ملائكته في الأحوال الفاضلة، كما أنه يباهي بأهل عرفة ملائكته. وكأن هذا كله راجع إلى ما سألت الملائكة ربها سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ولود الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعباد والعلماء والعاملين والمجاهدين. إذن هو يذكرهم لأنه سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، فيستنطقهم بعبادة المؤمنين. قوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تقدم معنى العروج وأنه الصعود والارتفاع، الذهاب في العلو والذهاب إلى العلو، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، لأن السؤال حصل بعد صعودهم حيث يصلون إلى المكان المحدد لهم، والله تعالى فوقهم، وهو تعالى يخاطبهم بذلك بدون واسطة كما هو ظاهر النص. ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك فرق بين كونهم في السماء أو في الأرض.
ليس هذا صحيحا. يعني لو كان بواسطة لما كان هناك فرق، لا هناك فرق أنهم في السماء وبواسطة، ما لا يمنع ذلك، لأن الملائكة تقول لجبريل وهم في السماء ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا الملائكة تعرف ما أوحاه الله عن طريق جبريل وهم في السماء. لا لم نقل يخاطبهم بواسطة، ولكن بنقول يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن يكون كذلك. يبقى نعمل إيه؟ نسكت في حاجة سكت عنها إيه؟ الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحاجة نعمل إيه؟ نقولها وخلاص، نقول بها ونعتقدها ونؤمن بها. قال وهذا الحديث يتفق في المعنى مع قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وكأن البخاري يشير بذلك إلى تفسيرها، وأن عروج الملائكة المذكور في هذا الحديث داخل في مدلولها. عشان كده صدر الآية، صدر الباب بالآيتين تعرج الملائكة والروح إليه، وصعود العمل الصالح والكلم الطيب هو مرتبط بإيه؟ بأن الملائكة هي التي ترفع هذا الإيه؟ العمل، أن الملائكة ترفع الأعمال. قال ودل قوله وهو أعلم بهم أن المقصود من السؤال إظهار كرامة المؤمنين من بني آدم بطاعتهم لربهم وعبادتهم إياهم والتنويه بفضلهم عند الملائكة الذين في السماء، والملائكة المسؤولون فهموا من الله تعالى ما أراده، ولهذا قالوا في الجواب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا دليل على أهمية حضور الجماعة، لأن الحديث قال يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فينبغي أن لا يفرط الإنسان في الجماعة، لأن الملائكة تجتمع وقت الصلاة وقت صلاة الناس الذين تشهد لهم. فإن أردت أن تشهد لك الملائكة بأنك ضمن من يصلي هاتين الصلاتين العظيمتين فلا تفرط في صلاة الجماعة. وفي هذا دليل على أن من جلس في مصلاه يذكر الله ويدعوه أنه في صلاة، لأن الملائكة يحضرون الصلاة معهم وبعد الفراغ منها يصعدون. وهذا مستفاد من الحديث الآخر، ولا تزال الملائكة يصلون على أحدكم ما زال في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، حتى يحدث أو ما لم يحدث، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. قال الحافظ ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات، لأنه عنها وقع السؤال والجواب، وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة. يعني الملائكة بتوع الليل هم اللي هيشهدوا صلاة المغرب والإيه؟ والعشاء، وملائكة النهار هتشهد صلاة الإيه؟ الظهر، والعصر الفجر والعشر تشهدها الايه الفريقان. والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح،
وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. ورفع الكلاء رفع الأعمال، يرفع نص الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا يدل على نفس حديث الصلاة الصبح وليه والعصر، لأن رفع أعمال النهار مع الملائكة الذين يصعدون آخر النهار قبل الإيه؟ قبل الليل، قبل أن يبدأ الناس في عمل الليل وقبل حلول الليل، فهذا في صعود الملائكة الذين يحضرون في صلاة العصر ويصعدون بأعمال العباد. وأما أعمال النهار أعمال الليل ترفع إلى الله قبل النهار، هذا الحديث ثابت في الصحيح، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، عمل النهار قبل أن يأتي الليل وعمل الليل قبل أن يأتي النهار بشروق الشمس، لأن المعتاد أن الناس إنما تبدأ عملها بعد إيه؟ بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أكثر الأعمال، نادر من يخرج ليلا، لأن الأصل عند الناس أنهم إيه؟ يعملون في ضوء النهار، فشروق الشمس غالبا هو الذي يكون معه النشاط. يبقى قبل النهار الملائكة منذ الفجر وهم يعني موجودون في ذلك. قال: وترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهما، ويستلزم تشريف نبيها صلى الله عليه وسلم على غيره، وفيه الإخبار بالغيوب، ويترتب عليه زيادة الإيمان، لأن احنا إنما علمنا الملائكة وأنهم فريقان يتعاقبون فينا وصعودهم إلى الله وما يحدث كل يوم وليلة في الصبح والعصر عند صعود الملائكة إلى الله، أن الله يسألهم كيف وجدتم عبادي، فيخبرون بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا زيادة الإيمان بزيادة الأخبار التي يصدق بها. وفيه الإخبار بالغيوب، قال: وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي، ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله تعالى بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع الملائكة وغير ذلك من الفوائد. وفيه كثرة الملائكة وأن لكل منهم وظائف مكلفون بها، المكلفين بها. وبيان نصحهم لبني آدم وحبهم الخير لهم، وأن استقرارهم في السماء وإنما ينزلون إلى الأرض حسب أوامر الله لهم. من يسأل ويقول: إذا صلوا جماعة في مكان بجوار المسجد، هل يكون حضور الملائكة معهم مثل المسجد؟ نقول: إذا أذنوا وأقاموا فقد صار مكانهم مسجدا في هذا الوقت، وإن كان المسجد أفضل إذا لا يعني لم يكن هناك مصالح أخرى في المكان الذي يصلون فيه. لكن هي بلا شك صلاة جماعة وخصوصا مع الأذان والإقامة. تاني برضو، من أراد السؤال فليكتبه. خاصة ان هو سؤال خارج الموضوع بس مفيش مشكلة.
قال وقال خالد بن مخلد هو كده وروي متصلا هو كده يبقى من المعلقات لأنه ما قالش حدثنا أن قال خالد بن مخلد لكنه إيه موصول في مواطن أخرى والحديث متفق عليه أصلا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بما يساوي تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هو ده الشاهد من الحديث. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. يعني التمرة دي أصغر من اللقمة عندنا أو أدها على الأقل يعني بالكثير يعني. الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب. ده الاصطلاح، الاصطلاح الفقهي الحادث، لكن استعمال لفظ الصدقة في الزكاة الواجبة كثير، بما في ذلك آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن الاصطلاح الأوسع، الاصطلاح الفقهي كما ذكرنا اصطلاح الفقهاء أن الصدقة تطوع وأن الزكاة هي الواجبة. قال وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعلها. سميت صدقة من الصدق لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق غالبا. قوله بعدل تمرة وعدل تمرة، قال القاضي العدل بالفتح المثل وما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه، وبالكسر عدل ما عادله من جنسه وكان نظيرا. وقيل الفتح والكسر لغتان فيها، وده أصح. والمعنى من تصدق بقدر تمرة أو بقيمتها، يكون ده بقى من غير جنسها. وقوله من كسب طيب أي تصدق بمال حلال. طبعا ليس المقصود عشان يقول للصح لأنه يتين زي بعض، إن هو المقصود مش تمرة. لو تصدق بما يساوي تمرة من قمح من خبز من مال من ذهب من فضة من أوراق نقدية، بالتأكيد أن ذلك ليس هو ليه ليس مقصودا يعني، وإن كان أمر الطعام عندهم يعني أعظم يعني، فلذلك ما ورد فيه الإطعام نلتزم فيه بالإطعام ولا نقول بالقيمة. إن كسب طيب أي تصدق بمال حلال جيد وإن كان قليلا، يعني جمع الوصفين إنه حلال وإنه هو إيه إنه مش مهم مش جايب الخبيث، ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون دور على حاجة وحشة ويطلعها. قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قدم هذا الحديث في الزكاة بسند متصل غير هذا، وفيه ولا يقبل الله إلا الطيب. هي ولا يصعد إلى الله هذا الشاهد، فالذي يقبله الله تعالى يصعد إليه فيبارك به لصاحبه وينميه. وهذه الجملة من الحديث هي المقصود منه هنا، حيث دل على علو الله تعالى وأنه فوق، وما قبله الله من الأعمال فإنه يصعد إليه. وقد تقدم أن الملائكة تصعد إلى الله تعالى وتعرج إليه، والصعود والعروج سواء في المعنى كما تقدم في كلمة ابن جرير. وقد اختار البخاري بعض النصوص في هذا الباب التي فيها ذكر الصعود والعروج ونحوهما لوضوح الدلالة في ذلك على علو الله تعالى، كما أنه نوع من الأدلة في ذلك. ها؟ ك
كما أنه نوع الأدلة في ذلك كما تقدم للإيضاح. وأدلة علو الله تعالى كثيرة جدا ومتنوعة كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. قول إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي إن الله تعالى أقبلها من صاحبه فيأخذها بيده اليمنى وكلتا يديه يمين فينميها لصاحبها ويبارك فيها ويعتني بها عناية بالغة، كما يعتني أحدكم بأغلى أحدنا بأغلى ما لديه من المال وأنفسه، وهو ولد الفرس الذي يعد لمدافعة الأعداء وقتالهم وحماية الأعراض والنفوس والأموال حتى يصير ما هو بقدر التمرة لشدة عناية الله تعالى به مثل الجبل. وقد تخبط شراح الحديث ممن سلك طريق الأشاعرة في شرح هذه الجملة وجاءوا بما ليس له وجه من أن المتكلم به قد أعطي من الفصاحة والبيان والنصح للسامع والحرص على وصول الخير، مع أن المتكلم به صلى الله عليه وسلم قد أعطي من الفصاحة والبيان والنصح للسامع والحرص على وصول الخير إليه ما ليس عليه مزيد، فيجب أخذ كلامه على ظاهره والإيمان به وإحسان الظن به فهو صلوات الله وسلامه عليه أقدر على إيضاح ما يريد من هؤلاء، كما أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منهم، فليس كلامه بحاجة إلى تلك التأويلات الباردة والتمحلات المتكلفة كالتي ذكرها ابن حجر عفى الله عنا وعنه. ثم ذكر حديث ابن عباس في دعاء الكرب الذي قدم في الباب قبل هذا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبق شرح هذا الحديث. ده الباب قبل كده كان طويل قوي يعني، عشان كده ايه الحديث رقم كام؟ 54. ماشي خلاص 54 صح، هو كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. المقصود منه هنا قول رب العرش العظيم، قول رب العرش الكريم، وقد تقدم أن العرش سقف المخلوقات كلها وليس فوقه مخلوق، وقد وصفه تعالى بأنه عظيم وبأنه كريم، وأضافه تعالى إليه مما يدل على أن له خصوصية دون غيره من السماوات والأرض، وقد أخبرنا تعالى بأنه استوى عليه فهو من دلائل علوه تعالى فوق عرشه. قال البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شكك وقبيصة عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه
عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاقة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. أنا عندي علاقة يا علاثة يا علاثة صح. قال فتغيضت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديدنا أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرق الوجنتين محلوق الرأس مشرق الوجنتين مشرف مشرف الوجنتين يعني النسخة فيها أخطاء كثيرة فعلا محلوق الرأس مشرف الوجنتين محلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنون ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. هو أصل الخوارج مش جده يعني له أصحاب لأنه قال دعه فإن له أصحاب. هنا قال من أخرج من إنها إن من ضئدي هذا قوما فله أصحاب وأتباعهم من بعدهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن. كان في السنة العاشرة وخروج الخوارج كان في السنة إيه؟ السادسة والعشرين السابعة والعشرين من الهجرة يعني بينهم لا الخلافة ستة وثلاثين أقصد ستة وعشرين من الثلاثين ستة وثلاثين سنة ستة وثلاثين سبعة وثلاثين هجري فيعني 26 سنة ما الفرق بينهما 27 أو نحو ذلك. فيمكن أنه يكون هذا الرجل حاضرا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن يدعو إلى الله تعالى ويقبض الزكاة من أصحابها ويقضي في المنازعات. وكان ذلك قبل حجة الوداع كما ذكره البخاري في آخر المغازي. ثم إن عليا وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع راجعا من اليمن وكان قد أرسل إليه بذهيبة تصغير ذهبة أي قطعة من الذهب في تربتها ظهر أنها مستخرجة من الأرض يعني فكانت في يعني كانت مدفونة أو معدن مستخرج. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأربعة المذكورين رجاء إسلامهم. والظاهر أنهم كانوا أسلموا ولكن كان هذا تأليفا لقلوبهم وإلا ففي سبب نزول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن أبا بكر قال ولي عليهم القعقاع بن عمرو وقال عمر ولي الأقرع بن حابس. هذا دليل على أنهم كانوا قد أسلموا كانوا رؤساء قبائلهم فإذا أسلموا أسلم تبعا لهم خلق كثير. ولذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المال ترغيبا لهم في الإسلام وتأليفا لقلوبهم عليه كما بينه صلى الله عليه وسلم في جوابه
للصحابة الذين قالوا يعطيه صناديد نجد أهل نجد ويدعونا قوله في تربتها، أي أنها لم تخلص من ترابها، ليست ذهبا خالصا لأنها مختلطة بالتراب. قيل إنها من الخمس، واستبعد ابن حجر أن تكون من أصل الغنيمة، ويمكن أن تكون زكاة. ويمكن أن تكون من الخراج أو الجزية. قوله فتغيظت قريش والأنصار من الغيظ، أي غاضها ذلك حيث لم يعطهم منها. وفي رواية فغضبت من الغضب. على فكرة يمكن أن تكون هذه الذهيبة اشتراها علي رضي عنه بشيء من الأموال العامة التي عنده، وربما كانت من أموال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم معه، فإن عليا قد أتى بإبل كثيرة من أموال النبي صلى الله عليه وسلم ليذبحها هديا عن نفسه وعن علي. قال فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعونا. قال الصناديد جمع صنديد وهو الرئيس، وفي القاموس الصندد السيد الشجاع أو الحليم أو الجواد أو الكريم. إنما أتألفهم أي أعطيهم ليألفوا الدين ويجتمعوا على حبه والرغبة فيه، فراغبهم فيه على طريق الإحسان إليهم بالدنيا حتى يصل إلى قلوبهم فيحبوه ويرغبوا فيه، أو لأجل ما يتحصنون عليه من الدنيا، ثم بعد ذلك لما يرجونه من جزاء الله وثوابه في الآخرة. والتأليف من الإلف وهو الاجتماع والالتئام مع الحب، والمعنى أني أعطيهم ليكون ذلك داعيا لهم إلى حب الإسلام والرغبة فيه والاجتماع عليه حتى يكونوا من أنصاره، ويتبعهم على ذلك أقوامهم وشائرهم، فيحصل بذلك عز الإسلام ونصره. فهذا العطاء مما يحبه الله ويثيب عليه، وهو من الإنفاق في سبيل الله تعالى بل من أفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.